السلام القدس عليكم. وسلام القدس لك وعليك يا أستاذ خالد، حياك الله. أولا يجب أن ندرك تماما أن التحولات الكبرى التي حصلت في العالم بدأت من انتصار دمشق وظهور قوة محور المقاومة ضد الأكتاف، أيضا الدولة السورية باعتبارها قلعة محور المقاومة. أحسنت. ما نراه الآن من تحولات على صعيد العالم هو بالدرجة الأولى يعود الفضل فيها إلى حكمة القيادة السورية وراديكالية القيادة السورية في رفض هذه المؤامرة ومواجهة هذه المؤامرة، والتي أسعفها فيما بعد دخول محور المقاومة ودخول روسيا على هذا الخط، حتى روسيا أخذت هذا الدور على المستوى العالمي من خلال الدور الذي لعبته في سوريا. وبالتالي علينا أن ننظر إلى هذه المسألة من هذه الزاوية. عندما نقول أن الجيش الصهيوني ضعيف أو أن أمريكا ضعيفة، هذا إساءة لمحور المقاومة. أمريكا ما زالت قوية والغرب ما زال قويا والصهيوني ما زال قويا، ولكن الذي نشعر به الآن أننا لأننا أصبحنا أخويا بدأنا نشعر أنهم ضعفاء. هذه قضية أساسية يجب أن نركز عليها، بمعنى أن إسرائيل ما زالت تمتلك قوة وأمريكا ما زالت تمتلك قوة والغرب يمتلك قوة ويمتلك الإمكانيات الهائلة، وهناك كثير من الأطراف العربية والعالمية تدعم هذا المحور. ولكن قوة محور المقاومة، فهم آليات الصراع، طبيعة محور المقاومة، دراسة محور المقاومة لآليات الصراع ولطبيعة العدو والنفوذ من خلال نقاط الضعف بهذا الكيان وهذا المشروع الأمريكي، استطعنا أن نشعر أو بدأنا نشعر أن إسرائيل ضعيفة وأن أمريكا ضعيفة، وأننا بدأنا عندما تصبح قوية تشعر الآخر أنه ضعيف. لا، إسرائيل لا زالت قوية، وعندما ننتصر ننتصر على الأقوياء. وبالتالي محور المقاومة في المراحل القادمة أيضا سيكون له باع على مستوى الدولي وليس على مستوى الإقليمي فقط. أنا أقول هذا الكلام أن حركة طوفان الأقصى أجت كنتاج طبيعي أيضا لهذه التحولات ولهذا الفهم لطبيعة محور المقاومة لآليات الصراع. عندما نتحدث عن إيران نتحدث عن دولة مؤسساتية تدرك ماذا تعمل وتعرف ماذا تعمل من خلال خطة مدروسة ومن خلال أيضا الاعتماد على القدرات الذاتية والإمكانيات الذاتية وقراءة الخصم وقراءة ما يفكر به الخصم. علينا أن نركز على هذه المسألة. طوفان الأقصى أيضا يعود الفضل فيه أيضا إلى محور المقاومة. كل التحولات التي تحصل في العالم على مستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي وعلى مستوى التحولات السياسية في أمريكا اللاتينية يعود الفضل فيها إلى هذا الفهم من محور المقاومة لطبيعة الصراع، تفكيك هذا العنصر الذي كان يظهر أمامنا أنه قوي، الدخول من خلال نقاط الضعف لهذا الكيان ولهذا المشروع الأمريكي في المنطقة. استطعنا فعلا أن نحقق هذا الإنجاز. لا، المشروع الأمريكي لا زال قويا، لكننا أصبحنا أيضا نحن أقوياء لأننا استطعنا أن نمسك بمفاتيح آليات الصراع. في السابق يا صديقي يا أستاذ ناصر، كان عملنا كله بغالبيته ارتجالي. منظمة التحرير كان عملها ارتجالي، قوى المقاومة كان عملها ارتجالي. صحيح أننا قدمنا الكثير من الشهداء، لكننا لم نكن نفس طبيعة هذا العدو وكيف نستطيع أن نضرب من خلال هذه النقاط الضعيفة. بناء قوى المقاومة بآليات جديدة بطرق جديدة استطاع فعلا أن يلعب وأن يحقق هذا الدور. وسلام القدس عليكم.